نروح ليه قطر وزميلنا المميز دوماً محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 يقول لنا أجواء اليوم في كأس العالم. محمود مساء الفل عليك، مشرف ومنور. مساء الفل عليك يا كريم، ومساء الفل على جميع مشاهدينك الكرام في كل مكان، مشاهدين رقم 10 تحديدا. هنا بقى النهارده هطلع لك من سوق واقف. الله، كنا اتكلمنا مع بعض وقلت لك النهارده هطلع لك من حته كده اكتف شويه علشان الدنيا بتنام هنا بدري في باقي المناطق، ولكن سوق واقف خلاص 24 ساعه الناس موجوده يا كريم، كل الجنسيات، كل الجماهير، سواء منتخبها كسب منتخبها خسر، لعب النهارده لعب امبارح هيلعب بكره، الناس كلها موجوده هنا. وزي ما انت شايف انا كل مره ساعات بطلع لك ما تلاقيش حد ورايا دلوقتي، زي ما انت شايف الدنيا عامله ازاي. انا شايف جماهير دلوقتي اهو، انا الله ده في علم مصر وراك اهو، كمان في علم مصر وراك وتونس. بص هتلاقي علم مصر وعلم الاهلي وعلم الزمالك وتونس والمغرب وكل المنتخبات طبعا. وعلى فكره يا كريم النهارده الجمهور البرازيلي توافد النهارده بشكل كبير جدا للدوحه هنا القطريه وعاوز اقول لك ان في جاليات هنا عربيه كتيره جدا طبعا، جماهير جماهير السعوديه السعودي، وعندك جماهير التونسيه وراك اهو. اهو ما شوف يعني الجماهير مليانه في كل حته. طبعا اجواء خياليه يا كريم، اجواء خياليه مش قادر اوصف لك الجمال عامل ازاي هنا في كل مكان. وزي ما انت شايف جمهور المغربي سعيد من امبارح، جمهور المغربي لحد النهارده بيحتفل بمباراه امبارح في سوق واقف هنا، في مطاعم مغربيه كتيره جدا، سوق واقف كتير، فالجمهور المغربي في كل حته والجمهور الصعيدي كل الجماهير بتشجع المنتخبات العربيه. سيبك يا كريم تسمع. انا سعودي. طبعا اجواء اجواء خياليه. انا سامع هدافات المنتخب التونسي. يا الجمهور السعودي الجميل حبيبي، ده الجمهور السعودي الجميل. عاوزينك هنا يا كريم والله. يلا يا حبيبي سيلفي، سيلفي اهو حلو. هسيب الكاميرا تتفرج معاك اهو على الجمهور السعودي. شوف يعني مش قادر اقول لك، انا اسكت اتفرج عليك. طب اسالهم اسالهم المباراه، المباراه اللي جايه ان شاء الله المنتخب السعودي يقدر يكسبها باذن الله ويصعد عن هذه المجموعه. تعال حبيبي، هل شايف مباراة المنتخب السعودي اللي جايه مباراة صعبة قدام المنتخب المكسيكي، مباراة شبه نهائية؟ ما في شيء صعب على السعودية، ما في شيء صعب، ما في شيء صعب، مثل غير سعودي، مثل ما دخلنا ميسي هنا ندخل المكسيك هنا. ان شاء الله بالتوفيق اكيد. المنتخب، هل المنتخب السعودي يتأثر بغياب الشهراني ولا ما فيش أي تأثير؟ كلهم رجالة وكلهم كلهم أبطال على قولة البليه، 11 لاعب ضد 11 لاعب. ان شاء الله باذن الله اكيد التوفيق للمنتخب السعودي في كل مكان. الجمهور السعودي زي ما بقول لك يا كريم، الجمهور السعودي من اجمل الناس اللي موجوده هنا، موجودين بكثره في كل حته، كل يوم الجمهور السعودي بيجي زياده وزياده وزياده، واتمنى لهم طبعا هم جميع المنتخبات العربيه ان شاء الله تاهل، وكلهم عندهم امل ان هم يروحوا لاكثر من الدور ال 16. فزي ما بقول لك مباراه المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي جمهورين كبار جدا، هتبقى مباراه معركه، ولكن ان شاء الله كلنا امل ان المنتخب السعودي باذن الله يحقق 3 نقط ويروح للدور الثاني ان شاء الله باذن الله. انا عجباني الاجواء بصراحه، يعني عاجبني انا اشوفك بس معك، بس عاجبني كمان الاجواء اللي حواليك. قول لي طيب. ده شايف شايف النضاره دي مشكله، النضاره دي بص انت عندك، انا بشوف حاجات انت ما بتشوفهاش. طيب بقول لك النهارده كريم، اتفضل يا محمود. النهارده كريم كمان كان موجوده هنا رئيسه كرواتيا السابقه، فاكر اللي انت طب اسمع طبعًا. بقى ميسي وينه كسرنا عينه طبعا. اسمع استنى استنى. مش قادرين ينسوا مباراة الأرجنتين، ولا حد في الدنيا يقدر ينسى مباراة الأرجنتين وجمال مباراة الأرجنتين طبعا. يعني كان أداء رائع زي ما بقول لك. النهارده كانت رئيسة كرواتيا السابقة كانت موجودة هنا في سوق واقف، وكانت موجودة وبتتصور مع الناس كلها، وجت تهزر المنتخب الكرواتي، الناس كلها عمالة توافد من يوم 2 ديسمبر يا كريم. أي حد معهوش تيكت يقدر يخش البلد خلاص، مفيش مشاكل خلاص. يعني احنا من أول كأس العالم لحد يوم 2 ديسمبر كان لازم اللي يجي البلد يكون مشتري تذكره عشان يقدر يطلع هاي كارد او اللي هو التاشيره اللي يخش بيها البلد، ولكن خلاص بدايه من يوم 2 ديسمبر اي حد ممكن يقدر يخش عشان يستمتع بالاجواء، اللي طبعا نظرا من دور 16 الاعداد بتاعت المنتخبات هتقل النص طبعا عشان تفضل زي ما انت شايف الاجواء كده الجميله دي. وان شاء الله بالتوفيق اكيد لجميع المنتخبات العربيه. جماهير المنتخب السعودي رائعه بجد رائعه. هو التجمع اللي على يمينك دوت انا اعتقد فيه جنسيات عربيه كتير، عشان شفت علم المغرب وعلم مصر وعلم تونس.
كله كله هتلاقي كل الجنسيات، هتلاقي كل الاعلام هم بيرقصوا وبيهيصوا، دول جمهور المنتخب السعودي. لو دخلنا جوه شويه هتلاقي مصريين وهتلاقي مغاربه وهتلاقي توانسه وهتلاقي برضو مصريين هنا وفي كل مكان. حتى وانا جاي برضو ايه ناس كتير قوي لابسه تيشيرتات محمد صلاح المنتخب المصري. فهنا في سوق واقف اجمل مكان تلاقي فيه مشجعين، ان هو يعني اصغر شويه من لوسيل بوليفارد. دايما كل شويه تجمعات وحاجات بيعملوا شو كل شويه زي ما بقول لك مطاعم هنا العربيه كتير جدا. يا محمود الاجواء عظيمه جدا، الاجواء عظيمه جدا. طيب المباريات اليوم مين اكتر جماهير شفت فيها تفاعل النهارده بعد مباراه اليوم؟ جماهير الغانيه، جماهير المنتخب، جماهير المنتخب البرازيلي. جماهير المنتخب طبعا البرازيلي كانت بكثره كبيره جدا، عشان خصوصا ان هنا استاد 974 قريب من الكورنيش وقريب من سوق واقف. فهم الصبح برده جم وجمعوا هنا ومشوا مع بعض وخلصوا ورجعوا برده مع بعض. وعاوز اقول لك ان جماهير يعني الجاليه اللبنانيه من اكثر الجاليات اللي بتلبس تيشيرتات منتخب البرازيل وبتروح تشجع منتخب البرازيل. يعني مش كل البرازيليين انت بتشوفهم في الملعب دول كلهم برازيليين صرف، اللي طبعا انت عارف عشاق منتخب البرازيليين كتيره جدا جدا. فالنهارده كانوا موجودين بكثره كبيره جدا، جاليات برده عربيه كتير ومصريين كله بيلبس تيشيرتات البرازيل ويروح. فالاجواء النهارده كان اللي مسيطر عليها اجواء البرازيليه. انا رحت مباراه كوريا وغانا، اكيد انت عارف طبعا. جمهورين جمال جدا، طيبين جدا، مفيش اي مناوشات، بيحتفلوا بهدوء كبير جدا. ولكن المنتخبات الافريقيه فعلا النهارده شرفت كل الكره الافريقيه. اجواء عبقريه والله وراك، انا عارف مستمتع، مش عايز اسيبك عشان مستمتع جدا بالاجواء ديت. بصراحه نفسي المنتخب السعودي ان شاء الله باذن الله يتاهل للدور القادم. هم واضح انه كمان جماهير السعوديه كلها عندها ثقه كبيره جدا في الفوز بالمباراه المكسيك. ان شاء الله يا كريم، ان شاء الله باذن الله. الفوز فرق معاك، انا شايف خلاص انت كده ايه أكيد. دخلت مرحله انه خلاص مش هتعرف تتحرك. انا خلاص انا حبيبي يا محمود، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما موفق، وسيبنا شويه مع الاجواء ديت قبل ما اختم معاك بطريقه اللي كل يعني يتمنى لها في التلفزيون المصري وبالطريقه اللي انت عاوزها وبكل طبعا جماهير برنامج رقم 10. وان شاء الله يا كريم هنعمل حاجات احلى من كده باذن الله. حبيبي يا محمود دايما مع الجمهور. لا مكسر الدنيا، شغل عظيم جدا، شغل عظيم جدا. شكرا ليك، اشكرك شكرا جزيلا. محمود شاكر من قطر. جماهير السعوديه خلاص وصلت لمرحله انا كسبت الارجنتين، اكسب المكسيك ولازم اصعد لدور ال 16. وبصراحه النسخه دي من المنتخب السعودي، وبكرر تاني، من قبل كاس العالم توقعت وكان رايي ان المنتخب السعودي هيقدم افضل نسخه ليه في تاريخ مشاركاته بالمونديال. عنده جيل محترم جدا من اللاعبين، وعنده مدرب كبير جدا هو هيرفي نينار. حرام بصراحه السعوديه بعد الفوز على المنتخب الارجنتيني في المباراه الاولى لا قدر الله تودع البطوله، على الاقل تلعب دور ال 16 على الاقل. ان شاء الله باذن الله المنتخب السعودي في دور ال 16 بفوز باذن الله على المنتخب المكسيكي.